ما نشوف رأي الشارع وبعدين بنرجع لك دكتورة وفاء، لأنه من مصر سألنا لماذا يتعاطف البعض مع قاتل الطالبة نيرة أشرف. نتابع ومن ثم نعود. أنا مش متعاطف معاه وهو يستاهل كده، المفروض كان يشنقوه في قلب المكان اللي هو موتها فيه. من قتل يقتل، يعني هنا ده قصاص، يعني ده عدل ربنا ان هو حد اتعدى على حد، المفروض ده يحصل. انما هنقلب الراي العام، هنتعاطف معاه، فده سلوك غير خطأ. ما ينفعش يبقى فيه تعاطف، يعني لا، لو انت مريض اتعالج، فاهم؟ لكن توصل الحاله ان هو عشان خاطر انا ما بحبكش او انا مش عايزك في حياتي فاروح اتبعها، اكيد دي قله عقل. يعني فكره ان انت تتعاطف مع واحد زي ده مهما كان اللي هو حكاه او مهما كان ايه مبرراته ان هو يعمل كده، فاللي يعني هو مش انسان سوي، واللي بيتعاطف معاه لا يمكن يبقى انسان سوي.